السلام عليكم. اتكلمنا امبارح عن موضوع مينا، الشاب اللي عنده 24 سنه اللي شغال عامل دليفري في احدى محطات البنزين المشهوره، تحديدا محل اكل كبير وشغال عامل دليفري فيها. لقوه بعد كده مقتول بعد تغيبه 5 أيام أو 7 أيام، بعد كده لقوه في بير صرف صحي موجود في حدائق اكتوبر. الموضوع ببساطه حصل والدنيا كلها قامت وهاجت وماجت على موضوع مينا. الموضوع لغايه دلوقتي لسه ما اكتشفش 100%. رجال المباحث لغاية النهاردة لسه بيدوروا على القاتل أو القتلة وبيدوروا عليهم، وإن شاء الله في خلال ساعات قليلة هيلاقوهم. ولكن أخو مينا طلع على السوشيال ميديا وقال كلمتين، قال أخويا مات محروق، ولكن ما كانش فيه أي معلومة طلعت من وزارة الداخلية في الوقت ده. ولكن مصادر أمنية أكدت أن مينا ما ماتش محروق. مينا من خلال تواجده جوه بير الصرف الصحي، والمية دي بيبقى فيها محاليل معينة أو محاليل كيماوية بداخل المية هي اللي شوهت الجلد بتاعه. يعني عايزين نطمنكم ان مينا ما ماتش محروق. مينا توفاه الله، في حاجة حصلت، مباحث بتدور والدنيا كلها واقفة ورا مينا عشان تجيب له حقه. ولكن هي كلمة صغيرة كنا المفروض نقولها عن طريق المصدر بتاع وزارة الداخلية اللي قال لنا كلمة ان الموت حرق مش موجود، ولكن المية تفاعلت مع جسد مينا في خلال ال5 أيام دي او في خلال ال6 أيام دي، بيبقى في مواد كيماوية داخل المية في الصرف الصحي هي اللي عملت التشوهات اللي موجودة وبينت كأنه محروق. كنا لازم نتكلم في الموضوع ده، وكل شوية اي حاجة جديدة بتحصل هنقولها لكم على طول. السلام عليكم.